السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في الوحدة الثالثة، الأسبوع الثالث، الهمزة المتطرفة. بعد ما شفنا الهمزة، همزة الوصل، ها، والهمزة القطع، والهمزة المتوسطة، هنا الهمزة المتطرفة هي اللي كتجي في الأخر. لما ينتهي سامي من الأكل يبدأ بغسل أسنانه دون تباطؤ. يبتدئ بوضع السنون على الفرشاة وينظف أسنانه، ثم يمضمض فمه بالماء. ولاحظ أين الهمزة؟ الهمزة فين جات؟ جات في آخر؟ في آخر الكلام، آخر الكلمة. يبدأ تباطؤ يبتدئ بالماء، الهمزة في آخر الكلمة. أو إن أو تباطؤ إن ما إي، هذه همزة تسمى متطرفة. همزة متطرفة، ولكن كيفاش نعرفوا الهمزة المتطرفة؟ وشنو شنو يعني باش نعرفوا فوقاش نكتبوا الهمزه المتطرفه؟ على الالف، على الواو، على الياء، او على السطر. تسمع على السطر، تعرف اين تكتب الهمزه المتطرفه؟ يبدا نتكتب على الالف. علاش كتبنا الالف؟ لان قبلها حرف فيه فتح، فيه فتحه. تباطؤ ان الهمزه فين تكتبت؟ على الواو. على الواو، علاش؟ لان قبل منها ضمه. يبتدئ في تكتبت على الياء، على الياء، علاش؟ لان قبلها كسره. الماء، الهمزه في تكتبت كتبت على السطر، لان قبلها الف. الا كان قبل منها فتحه كتكتب على الالف، يبدا. إلا كان قبل منها ضمة كتكتب على الواو. إلا كان قبل منها كسرة، يعني الحرف اللي قبل منها فيه كسرة، كتكتب على الياء. إلا كان قبل منها ألف أو واو كتكتب على السطر. على السطر. ألاحظ حركة الحرف الأخير وأكمل الكلمات بألف. ألف، الهمزة على الألف، الهمزة على الياء، الهمزة على الواو، الهمزة على نطبقوا هذاك الشيء اللي كاين هنا، نطبقوا. ركزوا معايا مزيان ولاحظ. يقرا او، هنا عندنا را، شنو فيها؟ را فيها فتحه. ها، اذا شنو نطبقوا عليها؟ هذه يقرا او، اذا نكتبوا على على الالف. يقرا او. قاري اون، الرا شنو فيها؟ فيها كسره. كسره، غنمشيو للكسرة، هاي هي هادي قاعدة ديال الكسرة، هي هادي. حاولوا عاد شوية ليكم من بعد، أو توليو حافظينهم وتوليو تعرفوا تكتبوهم. قارئ يتباطؤ طا، شنو فيها؟ يتباطؤ، شنو فيها؟ فيها فتحة. فيها فتحة، إذن طبق عليها ألف. ألف. وضوء. وضوء قبلها واو. واو، واو كيكون كيكون واو او لا الف، ها بحال الف بحال واو، الف او لا واو بحال الباب كتجي على السطر. والياء لا، لا وضوء. وضوء اللي عندنا واو او لا الف كيكون على السطر. وضوء. دفء قبلها ماذا؟ قبلها ماذا؟ ف، يعني سكون. سو، قولي لي شنو هو سو؟ سكون. تكتب على السطر. لا، سكون تكتب على السطر، هذه القاعدة. فتحة تكتب على الألف، ضمة قبلها تكتب على الواو، قبلها كسرة تكتب على الياء، قبلها ألف أو لا واو أو لا سكون تكتب على السطر. رجاء. شنو قبلها؟ قبلها شنو؟
الألف. ألف. إذن تطبقوا القاعدة دي الألف. تكتبوا على؟ تكتبوا على السطر. على السطر. قبل منا ألف أو لواو أو لا سكون تكتبوا على السطر. صافي. قبلها فتحة تكتبوا على الألف. قبلها كسرة تكتبوا على الياء. قبلها ضمة تكتبوا على الواو. هذه القاعدة. لؤ لؤن. قبلها ضمة. ضمة تكتبوا على الواو. على الواو. آه أنت مزيان. أنت وليتي تفهمي دابا. لؤلؤن. تقيؤن. قبلها ماذا؟ تقيو. شدة و ضمة. تقيؤ. قبلها ضمة. دافي أن. قبلها كسرة. كسرة تكتبوا على الياء. بط أن. قبلها سكون. سكون تكتبوا على تكتبوا على السطر. السطر بحال ديك تكون. إذا كنظن فهمتوها. أكمل كلمات داخل النص بلفظة مناسبة. يتوضأ. يتوضأ. قبلها قبلها شنو قبل فتحة. فتحة. فتحة تكتب تكتب على الألف. الألف. يتوضأ. ياسين ثم يدخل المسجد فيقرأ. قبلها فتحة تكتب على الألف. ألف. ويقرأ. ما تيسر من القرآن الكريم إنه قارئ. قبلها كسرة تكتب على الياء. الياء. إنه قارئ. ماهر يرتل القرآن ببطء. ببطء. قبلها سكون تكتب على السطر. ببطء. ترتيلا جيدا ويقلد كبار القراء. قبلها ألف يعني تكتب على السطر. على السطر. قراء. عندما يبتدئ. قبلها قبلها كسرة تكتب على الياء. يبتدئ جيد. في تجويد القرآن لا يجرؤ. قبلها ضمة تكتب على الواو. أحد على الكلام فتسود السكينة والهدوء. قبلها واو تكتب على السطر. والهدوء داخل المسجد. هذه هي الطريقة كيما درت أنا ولينا طبقوا القاعدة وعقلوا عليها وتفرجوا الفيديو جوج مرات ثلاث مرات وشاركوا مع الأصدقاء ديالكم حتى تفهموا الفائدة. إذا كنت سبقتكم وفايتكم في الدروس رجعوا راه كاينه بلاي ليست كترجعوا الدروس ديال اللغة العربية للمستوى الثالث ابتدائي تلقاو الدروس كاملا راه كل وحدة بالصفحة الصفحة الصفحات كاملا تلقاو الصفحة 106 107 108 وقبل منهم. صافي إلى هنا ينتهي الفيديو. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.